السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نتكلم عن إجراءات السلامة أثناء الرعاية الصحية. تعريف إجراءات السلامة أثناء الرعاية الصحية هي مجموعة الإجراءات التي تعتمد على مجموعة القواعد والإرشادات المحلية والعالمية والتي لابد من توفرها في كافة المؤسسات الصحية، وذلك لحماية الأفراد الموجودين فيها من مقدمي الخدمة الطبية ومرضى وعاملين. يبقى بنعرف إجراءات السلامة هي مجموعة من الإجراءات تعتمد على مجموعة من القواعد والإرشادات محلية وعالمية، تمام، لابد إنها تتوفر في كل مؤسسة صحية، والهدف منها حماية كافة الأفراد طبعا الموجودين فين؟ موجودين داخل المؤسسة الصحية. يتعرض العاملون في قطاع المستشفيات والرعاية الصحية لمجموعة من المخاطر. مخاطر دي قد تكون مخاطر بيولوجية، مخاطر كهربائية، مخاطر ميكانيكية، ومخاطر فيزيائية، بالإضافة لمخاطر الحريق والإشعاع. مخاطر بيولوجية: من طبيعة المخلفات البيولوجية بتكون موجودة في المؤسسة الصحية. مخاطر كهربائية: وذلك لوجود تيار كهربائي ومشاكل وجود التيار الكهربائي. مخاطر ميكانيكية: نتيجة لوجود آلات ومعدات دوارة، تمام. المخاطر الفيزيائية ومخاطر الحريق: لو أنا عندي استخدام غير آمن من الموظفين العمال أو من المرضى لمصادر إشعال، والإشعاع نتيجة لوجود مصادر للإشعاع. هنتكلم دلوقتي عن مجموعة السلامة، مجموعة إجراءات السلامة في المستشفيات. عندي مجموعة إجراءات السلامة في المستشفيات، عندي مجموعة من إجراءات السلامة للمرضى، بالإضافة عندي مجموعة من الإجراءات المتبعة، وذلك لتوفير السلامة والأمان للموظفين أو لعمال المستشفى، تمام. هنتكلم في أول نقطة اللي هي إجراءات السلامة في المستشفيات. إجراءات السلامة في المستشفيات بتتضمن مجموعة من النقاط، تمام. النقطة الأولى اللي هو التعامل السليم مع النفايات الطبية، ودي أهم نقطة. ما تعاملتش معاها بشكل سليم يبقى كده هنا هنقول انفكشن، ومجموعة من الأمراض اللانهائية للأطباء والعمال والموظفين وبين المرضى وبعضهم البعض. توفير معدات الوقاية الشخصية الخاصة بكل موظف، سواء طبعا كان ممرض أو طبيب أو عامل نظافة. المفروض إن المستشفى أو المؤسسة الصحية هي اللي بتقوم بتوفير مثل هذه المعدات. طبعا بعمل زيادة الوعي حول المخلفات الطبية، تمام، عن طريق طبعا توفير مجموعة من الكتيبات، تمام، بالإضافة إن أنا ممكن أعمل مجموعة من الكتيبات أو اللوحات الاسترشادية، وبعمل تدريب لعمال النظافة اللي هم أكتر ناس بتحتاج بمثل هذه المخلفات بشكل نهائي، فلازم إن أنا أعملهم تدريب على طرق التعامل والتخلص من النفايات الطبية، ومش كده وبس، وأتأكد من تطبيق كافة قوانين السلامة، تمام. ايه تاني؟ عندي التأكد من صلاحية مخارج الطوارئ ان هي فعلا قابلة للاستخدام. التأكد من صلاحية وجود اجهزة الانذار ان هي موجودة وشغالة، وكاشف الدخان. التأكد من تطبيق كافة التشريعات السلامة المهنية، وبالاضافة لتوفير اللوحات الخاصة بالسلامة المهنية. السلامة للمرضى: لازم اعمل تعريف للمريض بالطريقة الصحيحة، ان انا بكتب اسمه ورقم دخوله، تمام. تحسين وسائل الاتصال الفعالة بالمريض، ان انا لازم اعمل تجنب لاستخدام المختصرات غير المفهومة مع المريض، تمام. ممكن المختصرات دي يفهمها الاطباء، عمال المستشفى، موظفين في المستشفى، لانهم متواجدين في المستشفى او المؤسسة الصحية بشكل دائم وبيحتكوا بمثل هذه المختصرات. لكن المريض غالبا ان هو ما بيقدرش يفهم مثل هذه المختصرات، فانا اتجنبها في في التعامل او التواصل مع المريض. تسجيل كافة أساسيات الدواء المفروض قبل إعطائه للمريض، ما لازم أكتب الدواء والجرعة وطريقة الإعطاء والوقت الاستخدام، تمام، سواء في الروشتة اللي أنا بصرفها للمريض أو سواء في الداخلي. تأمين استخدام الأدوية ذات الخطورة العالية خلال وضعها في أماكن مخصص، تمام، وعليها علامة خطر مع مراجعة الأدوية من أكثر من ممرض قبل إعطائها، تمام.
المفروض ان انا ايه، ان في عندي مجموعه من الادويه تمام تبقى ذات خطوره عليا، زي ايه؟ زي الادويه اللي انا بستخدمها في التخدير تمام، دي بتعتبر ايه تبع، ممكن تبقى داخله في جدول وتبع انواع معينه من المخدرات، فانا المفروض ان انا ايه ابعدها خالص عن ايه تعامل المريض، والمفروض ان انا بعرف طبعا الممرضين بيبقوا عارفين مكانها، بيبقى في شخص مختص بصرفها وقت اللزوم فقط تمام، بالاضافه طبعا عندي الاماكن اللي بتعالج السرطان بيبقى في مجموعه من الادويه، ومعروف ان الادويه دي لمعالجه مثل هذه الحالات، وبيكون عليها ايه طبعا او ليها اخطار ايه او خطوره عاليه. برضو اجراءات السلامه للمرضى بتتضمن تحديد مكان العمليه، التاكد من الجهات العمليه مع وجود نموذج الموافقه على العمليه والشامل لكافه البيانات المطلوبه، يعني بمعنى اصح ان المفروض يكون تذكره المريض اللي هيدخل اوضه العمليات تذكره كامله فيها الاسم والبيانات والتاريخ المرضي والتاريخ ونوع العمليه واسم العمليه وانواع الادويه اللي هيستخدمها ونوع المخدر اللي هيستخدمه في العمليه، بالاضافه لنموذج الموافقه على العمليه، وطبعا ده ايه شامل لكافه البيانات المطلوبه. لازم اعمل تقليل تعرض المرضى للسقوط لمنع الاصابات تمام، بعد العمليه بيكون الشخص تحت تاثير المخدر، وبالتالي انا ما اقدرش اضمن ان هو هيعرف يتحرك في امن وسلام براحته، او حتى المرافق للمريض ممكن ما يقدرش يساعده المساعده الكافيه، فبالتالي لازم اضمن وجود ممرض مع كل مريض بعد العمليه عشان اضمن ان هو يوصل لسريره بشكل امن تمام، ولازم طبعا يجعل الاسره في الوضع المنخفض وفي توفير الاضاءه الجيده، ولما بنيجي شخص طبعا وقت النوم لازم اعمل رفع حواجز الاسره، عشان نفترض الشخص مثلا من تاثير المخدر ان هو مش في حاله وعي تام، ما يحصلش ايه انزلاق للمريض من على السرير تمام. تقليل انتقال عدوى المستشفيات من خلال غسل اليدين، المفروض ان انا عامل النظافه، المفروض ان الممرض اي شخص يتعامل مع المريض المفروض ان هو يقوم بغسل الايدين قبل التعامل مع المريض وبعد كل اجراء، وذلك طبعا ايه عشان امنع ايه انتقال العدوى بين المرضى في المستشفيات او حتى من المستشفى للمريض. طب متطلبات السلامه للعاملين، اجراء فحص طبي للعاملين عند الالتحاق تمام، بالاضافه للحرص على الفحص الدوري المستمر سواء كل 3 شهور او كل 6 شهور او كل سنه، المهم يكون عندي فحص دوري مستمر للعاملين في المؤسسه الصحيه. التقيد بكافه شروط السلامه المهنيه الموضوعه من الاداره، انا عندي حاجه اسمها اداره السلامه والامان، ومفروض انها بتبقى بتتبع زي ما قلنا مجموعه من القواعد والاسس واللوائح المعروفه محليا وعالميا، ولازم يبقى في تقيد بتطبيق كافه ايه الشروط، كل ما انا اتقيد بتطبيق كافه الشروط كل ما انا بضمن مستوى عالي من السلامه في المؤسسه الصحيه. ارتداء مستلزمات الوقايه الشخصيه تمام، احنا زي ما قلنا ان في المستشفيات عليها ان هي توفر ادوات الوقايه سواء للعمال او الموظفين او الاطباء، وبالتالي ان يكون لازم يكون في ارتداء تمام للعمال، وانا برضو بشيت على ذلك، بشيت يعني لازم اعمل تشيك، يعني كل شويه لازم ان انا ايه زي ما ايه ان انا بيكون في مرور دوري على مثل هؤلاء العمال واعرف ان هم فعلا مستخدمين مثل هذه الوقايات استخدام صحيح. تسجيل كافة الحوادث في سجل السلامة المخصص للعمل عشان اعرف مين المسؤول، مش عشان اعاقبه، لا اعرف مين المسؤول عشان اعرف ان هو اذا كان محتاج تدريب، اذا كان محتاج ان انا اوفر له وقيات، اذا كان محتاج ان انا اوفر له ادوات تساعده على تطبيق مثل هذه الاجراءات للسلامة في مكانه تمام، بالاضافة ان انا المفروض بحط خطة لكيفية التعامل مثل هذه الحوادث في المرات التالية. مهام إدارة أنظمة الأمن والسلامة، زي ما بقول لكم إن في إدارة تمام من الأمور علشان تمشي صح، يبقى أنا عندي إدارة تمام، الإدارة دي بإيه؟ اسمها إدارة أنظمة الأمن والسلامة. المهام اللي بتقوم بيه عمل جداول تفتيش لكل نوع من أنواع الإجراءات تمام، يبقى أنا بتعمل جدول تفتيش
تخطيط طرق الإخلاء في حالة الطوارئ الخاصة، المفروض إنك بتعمل تخطيط ولحالات الإخلاء في حالات الطوارئ الخاصة، وعمل تدريبات وهمية لخطط الإخلاء، وتعريف كل قسم بالمسؤوليات في حالة الإخلاء، تمام؟ بالإضافة للتوعية والإرشادات والتفتيش أثناء العمل ومتابعة الإجراءات والتوجيه، معرفة كل القوانين والتشريعات المحلية، وأيضا قرارات إدارة المستشفى، يعني هي بتبقى إدارة، تمام، ولازم برضو تتبع قرارات إدارة المستشفى. تطوير مستمر لعملية التعامل مع النفايات الطبية بالطرق السليمة. دي إيه 6 نقاط اللي هي مهام إدارة أنظمة الأمن والسلامة. المخلفات والنفايات الطبية بنعرفها إن هي تلك النفايات الباقية من الاستخدامات الطبية، مثل مستلزمات الكشف الطبي الإكلينيكي، نواتج التحليل في المختبرات والمعامل، نواتج الصيدليات، وكذلك المخلفات الناتجة عن إجراء العمليات الجراحية للأعضاء المريضة من الأجسام الحية. بالإضافة طبعا عندي مجموعة الأدوات والضمادات المستخدمة في الحروق، والمستخدمة في عمليات التوريد، والمستخدمة في العمليات الجراحية. أنواع المخلفات الطبية، عندي مخلفات باثولوجية، وهي مجموعة المخلفات من الأنسجة والبقايا البشرية الناتجة خلال عملية التوليد في قسم الولادة، المخلفات الناتجة من العمليات الجراحية المستأصلة من أعضاء الجسم طبعا في غرف العمليات، بالإضافة لعينات بشرية سواء دم أو سوائل، ودي بتكون موجودة في معمل الباثولوجي. مخلفات ملوثة هي عبارة عن دي مواد حادة يراد التخلص منها بعد العناية بالمريض، سواء مشارط أو إبر، زجاج مكسور ملوث بدم وسوائل المريض، بالإضافة للعبوات الزجاجية المستخدمة في التطعيم. ونحط على المواد الحادة يعني طبعا الشاش والقطن الملوث بدم وسوائل المريض، دي تعتبر مخلفات ملوثة. مخلفات ملوثة بسوائل بيولوجية من المريض. مخلفات المواد الكيماوية هي عبارة عن بقايا المواد الكيماوية السائلة المستخدمة في المراكز الصحية. يا ترى ايه الموجود، ايه المواد الكيماوية المستخدمة؟ عندي مطهرات، عندي مواد تعقيم، عندي طبعا مجموعة من المطهرات المستخدمة في الأجهزة الجراحية أو تنظيف الأسطح أو المذيبات والأصباغ المستخدمة في معامل الباثولوجي، بالإضافة للكيماويات والمحاليل المنتهية الصلاحية أو سيئة التخزين بمعامل التحاليل والصيدلية. بالتالي دي مجموعة من المواد الكيماوية موجودة داخل المؤسسة الصحية، بسميها مخلفات المواد الكيماوية. مخلفات المواد المشعة، ودي غالبا بتكون موجودة في المراكز اللي بتستخدم فيها المواد المشعة لعلاج الأمراض السرطانية، بالتالي بيبقى في عندي مخلفات، وهذه المخلفات بتكون ملوثة بمواد مشعة. مخلفات الصيدلانية، تمام، هي كل بقايا المنتجات الصيدلانية المنتهية الصلاحية أو الغير مستخدمة أو سيئة التخزين، مثل الأدوية، اللقاحات، محتويات البلازما الغير مطلوبة أو الزجاجات الفارغة أو علب الكرتون المحتوية على بقايا تلك الأدوية، بالإضافة لو أنا عندي قفازات أو كمامات أو أنابيب بلاستيكية مستخدمة في توصيل تلك الأدوية، برضو تعتبر تابعة لمخلفات الصيدلانية. مخلفات اسطوانات الغاز المضغوط، تمام، طبعا معروف ان انا عندي مجموعه متنوعه من الغازات المستخدمه في الصحه، بعض منهم بيكون موجود في مخزن اسطوانات يمكن اعاده استخدامها، والبعض الاخر بيكون عباره عن في علب مضغوطه وبيتم التخلص منها بعد انتهاء الغاز المستخدم، تمام، فدي برضو عباره عن مخلفات اسطوانات الغاز المضغوط. مخلفات السامة ذات الأضرار الجينية على البيئة، معظم هذه المخلفات، تمام، إما بتحتوي على معادن ثقيلة أو تحتوي على أدوية ذات أخطار عالية على الصحة أو بتحتوي على مواد مشعة، تمام، في معظم الحالات بتكون موجودة في المراكز اللي بتقوم بعلاج علاج الأورام.
تمام، فبالتالي دي مخلفات سامة ذات أضرار جينية على البيئة، ولازم يكون في مجموعة من اللوائح والقواعد اللي بتنص على كيفية التعامل معها بشكل آمن وكيفية التخلص الآمن منها. بقايا طبعا بتحتوي على ايه؟ هذه البقايا بتحتوي على ايه؟ مواد سامة جدا مثل الزئبق، تمام، طبعا بالاضافه للكادميوم. طبعا الزئبق بيكون موجود في بعض الاجهزه الطبيه، الكادميوم ده بيكون موجود في البطاريات المرميه بعد الاستعمال، يعني برضو مجموعه من المواد السامه، وبالاضافه لمعدن الرصاص اللي بيكون موجود في اقسام التشخيص والاشعه. تمام، الاشخاص الاكثر عرضه للاصابات من النفايات الطبيه، طبعا المجموعه اللي هم ايه؟ متواجدين بشكل شبه دائم في المؤسسه الصحيه، الاطباء، طاقم التمريض، العاملين بالمرفق الصحي، تمام، المرضى، بالإضافة للزائرين، تمام، أو المرافقين للمريض، طبعا العاملين والعاملات بالنظافة، بالإضافة طبعا لعمال المغسلة ونقل القمامة داخل المستشفى، من أكثر الفئات اللي بيكون لها عرضة لمثل هذه النفايات الطبية والتعرض لأثارها إيه الضار. المصادر المنتجة للمخلفات الطبية، تنقسم المصادر المنتجة، تمام، احنا بنقول ان المخلفات الطبية بتكون جاية منين؟ من المؤسسة الصحية اللي بتقدم الخدمة الصحية للمريض، تمام، لكن انا عندي حاجة اسمها مصادر رئيسية زي المستشفيات بكافة انواعها، مراكز وعيادات التخصصية، عندي العيادات والمصحات الخاصة التخصصية متعددة التخصصات، عندي المستوصفات، تمام، حتى مراكز الصحية الأولية، عيادات الولادة وأمراض النساء وعيادات الكشف الخارجية، بالإضافة لمراكز غسيل الكلى. دي حاجة بسميها المصادر الرئيسية للمخلفات الطبية. عندي مصادر ثانوية زي مكاتب الأطباء، دي بتكون منفصلة، تمام، وغالبا مجموعة المخلفات اللي فيها بتبقى مخلفات عادية ورقية، علب، ما بقاش محتوية على مخلفات ايه باثولوجية، تمام، مكاتب الأطباء، مكاتب الموظفين، لو أنا عندي عيادات أسنان صغيرة مرات تبقى في عندي عيادات أسنان معدة فقط للفحص وليس للتعامل مع المريض، يعني ما أعملش خلع ولا أعملش تركيب، بس بفحص المريض فقط، طبعا بالإضافة لمراكز التجميل، وطبعا لو عندي مراكز الليزر، كل المراكز اللي بيكون فيها تعامل سطحي مع المريض بتدينا مجموعة من المخلفات بتكون مصادر سنوية، غالبا بقى مجموعة من الشاش أو القطن، وما عنديش مجموعة من السوائل البيولوجية اللي بتعمل تلوث عالي. طرق التخلص من النفايات الطبية دي مهمة جدا، تمام، عندي طريقتين، حاجة اسمها الدفن والحرق. الدفن طبعا تعتبر من الطرق المؤقتة التي تستخدمها دول العالم الثالث في التخلص من النفايات الطبية، وهي تتم باختيار مكان بعيد عن العمران، يتم نقل تلك النفايات إليه بحرص شديد. طبعا طبعا المفروض بيبقى فيه اسلوب لتجميع مثل هذه المخلفات واسلوب لنقل مثل هذه المخلفات للمكان البعيد بحرص شديد لمراعاة السلامة وعدم تسرب اي منها الى الخارج بطريق الخطأ. دي طريقة الدفن وطريقة مهمة وبتستخدمها دول العالم الثالث. الحرق، وهذه الطريقة الثانية مستخدمة في التخلص من النفايات وهي الأكثر صعوبة ولكنها أكثر نجاحا. الحرق إما يكون مركزيا بمعنى أن الجهات المسؤولة هي التي تقوم باختيار موقع للتخلص من النفايات، مما يكون له فائدة في التحكم فيها ومراقبتها جيدا، وقد يكون الحرق غير مركزي وهذا يكون أفضل في الكثير طبعا حقيقي، حيث تقوم كل جهة صحية بحرق مخلفاتها. تمام، عندي حاجة اسمها المحرقة، مفروض ان بيبقى كل عيادة او مؤسسة صحية بتحاول ان هي بشكل دوري تتخلص من مخلفاتها، ان هي بتسلم مخلفاتها البيولوجية لهذه المحرقة مقابل ايصال، طبعا المفروض ان الحاجة اللي بتستلمها بتقاس كم عبوة او لو ليها وزن وزنها قد ايه، وبتدخل في المحرقة، وتبقى في اماكن بيبقى فيها ايه محرقة مركزية. لو عندي الأمور أكثر تطورا فممكن تكون عندي محرقة لكل مركز صحي أو لكل مؤسسة صحية محرقة، طبعا ده معنى ده إن الدولة أكثر تقدما وأكثر توفيرا لإيه للأمن والسلامة في المؤسسة الصحية.
هنتكلم عن إجراءات السلامة الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي والإيدز. النقطة دي من النقاط المهمة في الوقت الحالي، خاصة أكيد طبعا سمعناها خلال ال10 سنين السابقة. كان في يعني زي أزمة صحية إن غسيل في مركز الغسيل الكلوي، تم غسيل كلوي لمريض إيدز، وطبعا نتيجة ان ما تمش تحليل ليه قبل الغسيل، فتم نقل عدوى الايدز ل25 مريض من بعده. 25 مريض من بعده غسلوا على نفس المكنة، وبالتالي انتقال مرض الايدز ليهم. تمام، فبالتالي لازم يكون عندي مجموعة من اجراءات السلامة الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي والايدز. المفروض رقم واحد، طبعا دي نقطة مهمة جدا، جميع مرضى الغسيل الكلوي يخضعون لتحاليل الفيروسات قبل إجراء الغسيل وبصورة دورية كل 3 أشهر. أنا بعمل له إيه؟ لمجموعة الفيروسات بتنتقل عن طريق الدم، فيروس بي، فيروس سي، والإيدز. تمام، وكل 3 شهور إن أنا بجدد مثل هذا التحليل. تمام، وده بيحصل في جميع وحدات الغسيل الكلوي المنتشرة بأنحاء الجمهورية. تمام، يوجد طبعا مكانات مخصصة وأقسام مخصصة لمرضى الإيجابيين لفيروس التهاب الكبدي سي أو بي أو إيدز. بمعنى إن أنا لو لقيت المريض من خلال التحليل مصاب بالإيدز، يبقى أنا بدخله في الأقسام المخصصة لمثل الحالة إيه؟ حالته. تمام، يتم تعقيم جميع المكنة. المفروض إن أنا بيتم تعقيم كامل لمكنة الغسيل الكلوي بعد كل مريض، ولازم أتبع الإجراءات الخاصة بمكافحة العدوى موجودة في مركز الغسيل الكلوي، بما طبعا يكفل عدم انتقال العدوى من مريض لآخر أو من مريض لطبيب أو من مريض لممرض. بالإضافة عدم التعامل المباشر مع دم المريض أو سوائل الجسم دون قفازات وحوائل. المفروض إن مركز الغسيل الكلوي بيوفر جميع الوقايات عشان أمنع التعامل المباشر. عند تنظيف سطح ما عليه بقع دم، المفروض ان انا اخد بالي ان انا بيبقى عندي الاماكن اللي فيها التعامل مع مرضى الايدز بوفر ماده مطهره، مثلا ماده مطهره بسميها الصوديوم هايبوكلورايت. الصوديوم هايبوكلورايت دي ماده مخصصه لتطهير سطح الجلد والاسطح اللي فيها دم لمريض الايدز. طبعا في المستشفيات الخاصه بالتعامل مع مرضى الايدز يتم التخلص من المخلفات الحاده، المفروض ان انا بجمعها في صندوقها الخاص بشكل امن، وبعدين بيتم ارسالها مباشره الى المحرقه، طبعا بشكل ايه؟ دوري، دون ان هنا ايه انها تتركن، ودون ان هي ايه تترمي باي شكل اخر، لازم ترسل الى المحرقه. الصوره عندنا دي عباره عن صوره لمجموعه من الملصقات الاسترشاديه اللي انا بستخدمها عشان ايه؟ ان انا امنع الضرر، ان انا سواء اتواصل فيها مع المريض او مع الموظفين والعمال او المرضى والمرافقين، علشان اجنبهم على قدر الامكان ايه الخطر الموجود في المؤسسات الصحيه. دي هرمفول، المفروض لما الاقي اكس، معروف ان اكس دي حاجه كده يعني ايه حاجه مضره، المفروض لما الاقي اكس على خزان او على مجموعه كيماويات او على مكان، المفروض ان شخص بيبعد عنه. اكس بلوزي، معروف ان دي ماده مفجره، المفروض ان هو برده يستوعب ده مكان لازم ابعد عنه، وبلاش ان انا العب فيه او اسيب الاطفال او المرافقين بجواره. كروسيف دي عباره عن مواد اكله، بلاقي عندي صورة الايد او الجلد عندي مادة بتنزل عليها بتعملها تآكل. تمام، دي غالبا تبقى موجودة في المنظفات والمطهرات. تمام، في المغاسل. dangerous for the environment، تمام، يبقى انا برضو لازم اخد بالي ان انا ابعد عنه. فليمابول دي مادة قابلة للاشتعال، مفروض ان انا ما اجيش ادخن جنبها ولا ارمي سيجارة ولا اسخن حاجة، ممنوع منعا باتا. دي مادة قابلة للانفجار قابلة للاشتعال. توكسيك دي مادة مسممة. تمام، اوكسيدايزنج ايجنت دي مادة مؤكسدة. تمام، برضو ليها اثر ضار. فدي مجموعة من الملصقات بيتم الصاقها، وبتكون المفروض ادارة الامن والسلامه موجوده في كل مؤسسه صحيه بتوفرها. تمام، وبتدركها في خطتها ان يتم توفيرها ويتم لصقها ويتم التدريب على التعامل معاها. تمام، طبعا عندي راديو اكتيف دي بتكون موجوده في اماكن الاشعاع. تمام، غالبا في الاماكن الخاصه بعلاج الاورام والامراض السرطانيه. تمام، عندي طبعا ادي مجموعه برده، عندي بايو هازارد دي ماده برده ليها ايه اثار ضاره.
فالمفروض ان بيبقى فيه تدريب لعمال النظافة والعاملين والموظفين بمثل هذه الملصقات.